لها كل عام وانت بخير يا رشا وصباحك سعيد. صباح الخير نسرين، وصباح الخير للزميلة داما. كل عام وانتم والمشاهدين بألف خير. يعني اليوم نحتفل بمناسبات عزيزة على قلوبنا. اليوم 1 آذار انطلق صوت الإذاعة الأردنية صوتا عربيا هاشميا وصوتا صاطعا بالحق وصوتا حاملا لرسالة الثورة العربية الكبرى رسالة الأردن. وأيضا اليوم تعريب قيادة الجيش الأردني، الجيش العربي المصطفوي، هذا الجيش الذي يعتبر سياج وحصن منيع للأردن والأردنيين. يسعدنا في هذا الصباح أن نطل عليكم من هذا الصرح التاريخي المعماري الهندسي، هذا الصرح الذي يخلد أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا أرواحهم فداء للوطن ليبقى هذا الأردن واحة أمن واستقرار. يسعدنا في هذا الصباح أن يكون معنا العميد عودة إجديفات مدير التوجيه المعنوي. صباح الخير عودة بيك، وكل عام وأنتم بألف خير. وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وطننا بخير، وجلال قائدنا بألف خير. وسلامي للأخوات في الاستوديو، سلامي للأخوات في الاستوديو ولكل الزملاء القائمين على هذا العمل في هذا اليوم الأردني المبارك، اليوم اللي بتجتمع فيه دائما نسمات الخير ونسمات الفرح. اليوم ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي الأردني، وذكرى انطلاق إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الإذاعة الحبيبة، وأيضا ذكرى انطلاق إذاعة القوات المسلحة الأردنية. هذا يوم خير، يوم مبارك نحتفي به لرمزيته ومكانته في كل الأيام. نعم عودة بك، يعني تعريب قيادة الجيش الأردني من أهم الإنجازات الأردنية في عهد جلالة المغفور له الحسين طيب الله ثراه. ما هي القيمة لتعريب قيادة الجيش و انعكاسه على الجيش الأردني وأمن واستقرار الأردن؟ هذا القرار التاريخي هو قرار مفصلي اتخذه جلالة الملك الحسين عليه رحمة الله منذ بدايات توليه السلطات الدستورية. هو تولى السلطات الدستورية في عام 1953 جلوسه على العرش، ومنذ ذلك التاريخ وكانت تراود فكرة تعريب قيادة الجيش العربي الأردني منذ أن كان في كلية ساندهيرست. وقد كتب جلالة الملك الحسين عليه رحمة الله في كتاب مهنتي كملك حول هذا الموضوع وحول ما كان يفكر به حول قيادة الجيش العربي الأردني، وأن تكون هذه القيادة لأبناء الشعب الأردني، لأبناء القوات المسلحة الأردنية حتى يكتمل الاستقلال. لأن دولة بلا قرار سيادي لقواتها المسلحة غير مكتملة الاستقلال، ودولة لا تملك أن تحرك قواتها المسلحة للدفاع عنها ولحماية حدودها ولحماية أمنها واستقرارها وشعبها لن تكون مكتملة الاستقلال. هذا القرار قرار جريء اتخذه جلالة الملك الحسين عليه رحمة الله في وقت كانت فيه الظروف أيضا ليست مواتية، وظروف صعبة جدا. نحن نعلم أن بريطانيا كانت منتدبة على المملكة الأردنية الهاشمية وعلى فلسطين، وكان هناك رئيس أركان الجيش العربي الأردني في ذلك الوقت كان الجنرال جون باجيت كلوب، وهو أحد الجنرالات البريطانيين الذين سبق لهم الخدمة أيضا في العراق، وجاء بعد أن أنهى سلفه من هذه الخدمة وتولى رئاسة أركان قوات المسلحة الأردنية في ذلك الوقت. لكن هذا الأمر لم يرق للحسين، وكان لابد من اتخاذ خطوة جريئة. هذه الخطوة أيضا أثلجت قلوب أبناء الأردن مثلما أثلجت قلوب أبناء العرب وقياداتهم والإعلام العربي الذي ذكر هذه الخطوة بكل اعتزاز وبكل فخر. ولا ننسى ما قاله الرئيس المصري الراحل أنور السادات عندما قال سلمت يداك يا حسين، وهو يشير إلى هذا القرار. هذا القرار كان مفتاح أيضا لتأميم قناة السويس، هذا القرار كان مفتاح للسيادة الأردنية المكتملة. وبعد هذا القرار بعام أيضا أنهيت المعاهدة الأردنية البريطانية التي كانت أيضا لها دور في تكبيل القرار الأردني وأيدي الأردنيين في اتخاذ قرارهم في الجانب الاقتصادي. فهذا القرار لاقى صدى كبير جدا لدى أبناء القوات المسلحة. جلالة الملك في 1 آذار
اتخذ هذا القرار من عام 1956، وكان في ذلك الوقت دولة سمير الرفاعي هو رئيس للوزراء، وطلب اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، وترأس جلالة الملك بنفسه، وكانت إشارته أنه لا بد من اتخاذ قرار مفصلي وجريء في هذه الظروف، وتم إبلاغ هذا القرار إلى جون باجت كلوب وغادر الأردن في نفس اليوم، وظهر الحسين في اليوم التالي يبث البشرى لأبناء الأردن ويخاطب أبناء الجيش العربي بلهجته وبلغته وبقراره الواضح الشفاف الصريح القوي بهذه النبرة الهاشمية التي تعودنا عليها من الحسين عليه رحمة الله. عود بك، اليوم نقف وقفة إجلال وإكبار لقواتنا المسلحة الأردنية، وأيضا لأرواح شهدائنا الأبرار لأرواح شهدائنا الأبرار. اليوم نحن في صرح الشهيد، هذا المبنى المعماري الهندسي التاريخي والذي يجسد ويخلد أرواح الشهداء. هذا المبنى ما هي مقتنياته وماذا يحتوي وإلى ماذا يرمز؟ يا ستي، في هذه المناسبة أيضا لا يمكن أن نفصل التاريخ بعضه عن بعض. التعريب وذكرى التعريب ومناسبات الوطن كلها مناسبات خير، وجلالة الملك الحسين عليه رحمة الله استكمالا لقرار التعريب واستكمالا لنصر معركة الكرامة واستكمالا لبناء هذا الجيش وتعزيز قدرات هذا الجيش، كان أيضا التفاتة من جلالة الملك الحسين عليه رحمة الله أن يكون هناك تخليد لهذا الشهداء، لهؤلاء الشهداء، لأن وطن بلا شهداء لن يدوم، وطن بلا تضحيات لن يكون له مستقبل، ولا لأهله مستقبل ولا لأهله قرار في أي وقت من الأوقات. هذا الصرح افتتح عام 1977 بذكرى اليوبيل لتولي جلالة الملك الحسين عليه رحمة الله سلطاته الدستورية، وهذا الصرح فيه رمزية أنه يخلد شهداء الوطن من القوات المسلحة ومن الأجهزة الأمنية. هناك العديد من أبناء الشهداء أسماءهم موجودة في هذا الصرح، مقتنياتهم موجودة في هذا الصرح. هذا الصرح أيضا هو لوحة تاريخية في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو رمز وكبرياء الجيش العربي عندما ينذر هذا الجندي روحه ودمه من أجل الدفاع عن هذا الوطن ومن أجل كبرياء هذا الوطن، عندما يقسم هذا الجندي بأنه سيكون مخلص لله والوطن والملك، وعندما يتشرف دستور الشرف العسكري والقسم العظيم ونواميس الجندية الأردنية هو يقدم روحه. هذه الروح التي قدمها نحن نخلدها ونحترمها في هذا الصرح، في هذه الرمزية، في هذا المكان الذي يشير إلى قيم سامية تتسامى مع روحانية الشهداء. هذا الصرح أيضا هو صفحة ناصعة من تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، فيه سيرة الثورة العربية الكبرى، وفيه سيرة تأسيس الإمارة، وفيه سيرة الملوك الهاشميين منذ الشريف الحسين عليه رحمة الله وشهيد المسجد الأقصى الملك عبد الله الأول الذي اغتيل على عتبات المسجد الأقصى عندما كان يهم بالدخول إلى المسجد الأقصى. هذا الصرح يخلد الشهداء ويخلد قيم الشهادة، وفيه أيضا تاريخ الملوك، تاريخ القوات المسلحة، تطورها، أدوارها، شهدائها، مساهماتها مع قوات حفظ السلام. هذا الجيش الذي صنع مهابة الوطن هو هيبة الوطن، وهو الرمز والشامة التي تزين جبين التاريخ، وسيبقى بعون الله الشام التي تزين جبين الوطن والتي تحمي الوطن وتسيجه بأهداب العيون. نعم، يعني أبدعت في الوصف عود بك. دائما لما بنسافر برا بنسمع السمعة الطيبة ويعني الاحترام والتقدير اللي بيحظى فيه قواتنا المسلحة الأردنية بين أقرانها من الدول العربية وحتى العالمية. برأيك لماذا هذه السمعة الطيبة يحظى بها وتحظى بها قواتنا المسلحة الأردنية؟ هذه السمعة لم تأتي من فراغ، وهذه السمعة التي يحظى بها الجيش العربي الأردني هي انتقلت من الأسر، من الأسرة الأردنية، لأن الأسرة الأردنية أسرة كريمة، أسرة متماسكة، أسرة قوية، أسرة لها ديمومة ولها كيان ولها تاريخ، وتحافظ على كرامتها وشرفها ونواميسها. هذا الإرث الطيب الذي ورثه ابن الأردن نقله للقوات المسلحة، وأيضا زيد عليه في مدارس القوات المسلحة معاني وقيم الجندية التي نحترمها ونعزها ونكبرها في كل مدارسنا، في كل قيمنا، في كل معسكراتنا، في كل مياديننا. وأنا من خلال هذا الصباح المشرق أحيي كل جندي
يرتدي هذا الشعار. وأحيي كل متقاعد بذل وقدم وضحى من أجل هذا الوطن، وأحيي كل أم شهيد صبرت على فقدان ابنها أو فقدان زوجها أو أبناء الشهداء الذين صبروا من أجل هذا الوطن. هذا الوطن عزيز وكريم بقيادته، بجيشه، بأهله. هؤلاء الجنود الذين صنعوا معاني للإنسانية عندما ذهبوا إلى كل بقاع العالم، في كل قارات العالم، كانوا يحملوا قيم العدل والتسامح والإنسانية وعدم التحيز لا لدين أو لون أو عرق، عاملوا الناس كلها سواسية. هؤلاء اليوم يصنعون نموذجا عجز عنه من وضعوا قوانين الإنسانية الوضعية، عجز عنه الكثير من الأمم التي تنادي بالديمقراطيات. هؤلاء صنعوا مع اللاجئين على حدودنا بيننا وبين سوريا نموذج للكبرياء الجيش الأردني، نموذج لإنسانية الجيش الأردني وتضحية وشرف هذا الجيش اللي بحمد الله سيبقى كما عهدنا. أحيي كل جندي على سياج الوطن يحمي هذا الوطن، كل جندي رغم هذه الظروف، رغم الأجواء الباردة، رغم الحر، هو واقف ومؤمن بأنه عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيله. نعم، شكرا لك عود بيك، تحياتنا لك ولكل أفراد قواتنا المسلحة الأردنية، كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بخير وشكرا، وكل عام وكل الزملاء في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القوات المسلحة وكل أبناء الوطن في هذه المناسبات الخيرة. نعم، شكرا لك. شكرا. وطبعا أعزائي المشاهدين، نقول اليوم كل عام وإذاعتنا المملكة الأردنية الحبيبة صوتا عربيا مدويا عزيزا قويا في وجه كل من تحاول أو تسول له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره. لا ننسى اليوم أن اليوم هو 1 آذار، ذكرى استشهاد الشهيد البطل المقدم راشد أزيود رحمه الله. الأردن قدم الشهداء وسيقدم الشهداء ليبقى حصنا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره. اليوم يجب عليكم أن تفخروا بوطنيتكم وبأردنيتكم. كل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بألف خير، وعودة إلى استديوهاتنا في يوم جديد. كل عام وأنت بخير رشا.